انفوكان. انفوكان حاتم بالحاج. مقارنة كان 2012 وكان 2013، اليوم في الدور الأول من كان هذية نسبة الأهداف هي الأقل ب 45 هدف. أحسن هدف هو لعكيشي وبزوز أهداف، يعني مستوى متدني جدا للكان هذي. علاش حاتم؟ يمكن مش يمكن معناها السيرما تنقيلة معناها اللي مزروبة ومع لاعبين الكونغو بيفوما اللي مزروبة وتعملت في معناها في رقم في وقت قياسي تبديل من المغرب لغينيا. بتترو سي تكنيكما رينا الليتيرام متاع الفوت ريناهم بعد في اخر البارتي معناها يصعب. هي من المنتخبات كان في بالها اللي بيشارك في كان تبدل من المغرب نيجيريا عندك ولا غينيا عنده كان هو معناها باش يلعب فيه. اي نحن نفركش على الاسباب رفيق. لا معناها ميزابار التبديل وينجم يلخبط شويه، ثم مستوى طاح في القاره الافريقيه معناها. فما مستوى طاح مش مستوى، فما يمكن تبديل، فما في رقم ما كناش نستناهم. تو قبل كانت الكاميرون معناها شكون يغلب الكاميرون وفات الاخر راهو في الصوره نتاعها معناها فهمت. دونك فينالمون يظهر لي النيفو قاعد يتبدل، فما خارطه جديده قاعده تتصور اللي اون تران دو تراسي معناها فهمت. كيما تو لي دو كونغو عمرهم ما وصلوا مع بعضهم في الكار دو فينال. غينيا الاستوائيه باش تلعب كار دو فينال. وانت تحكي على الخارطه هذه حاج، ربع نهائي تغيب عليه نيجيريا مصر الكاميرون المغرب نعرف علاش السبب، ومالي خمسه منتخبات عملاقه كان عندها تاريخ في الكان هذه ديما الاكثريه متواجده في دور الربع النهائي نلقاوها الكل اليوم مش متواجده. فما اللي ما خلطش الكان ما ترشحش وفما اللي غادر من الدور الاول. حاتم قال ثم خارطه كرويه جديده قاعده ترسم في افريقيا، والسؤال هنا المنتخبات القويه هي اللي ضعفت ولا المنتخبات الضعيفه هي اللي خدمت وقويت؟ منتخبات كيما غينيا كيما الكونغو بديمقراطيها وبديكتاتوريها باللي تحب انت معناه. خليني نواصل في الكلام نتاعك ونزيد نذكر الساده المستمعين ونقول لهم انه مصر شاركت في 22 ادوار نهائيه غايبه، نيجيريا شاركت 17 مره في الادوار النهائيه غايبه، المغرب شاركت 15 مره. يزيني خليني نكتفي بهذه، انا نقول الخارطه تغيرت، خارطه تغيرت وربما خاصه في المنتخبات ضعفت ولا الاخرين قواو؟ يظهر لي اللي كان قوي كانه سلم شويه ويسخايب روحه كما احنا في تونس نسخايب روحنا، معناتها جبنا الصيد من وضنه واحنا احسن وحود. الناس تقدمت علينا، ناس غيرت في الملاعبيه نتاعها، ناس جدد في الملاعبيه، ناس جدد في الخطط. قعدنا احنا ديما نقولوا احنا الكل، شوفوا من اللي غايبين اللي قاعدين يقولوا احنا الكل، المغرب التو كيف نحن نقولوا احنا الكل، مصر نيجيريا هذا من الكل قاعدين يقولوا. نحب نرجع لبعض الارقام باش نوريك علاش ضعيفه. انا نحب نسالك على رقم مازلنا دقيقه ونخرج ونمشي نسمعوا الاخبار. سبعه مدربين على ثمانيه هما مدربين ما همش محليين بالنسبه للفرق اللي مترشحه للدور الربع النهائي. للدرجه هذه المنتخبات الافريقيه عاجزه باش تكون كفاءات؟ احنا زاد عندنا مدرب بلجيكي وكل المنتخبات سبعه على ثمانيه عندها مدربين اجنبيين، علاش؟ هذه عقده الافريقيه رغم الاحتكاك ديما بالبرا وعندنا ملاعبيه تمشي تتكون البرا وتلعب وياخذوا حتى دبلومات من الخارج، ولكن المنتخبات عند الاجانب. راف هذه عقده الافارقه الاجنبي كما رانا احنا اون في بارتي دو لافريك، احنا زاد افارقه كما الاخرين وربما شمال افريقيا نقولوا لا احنا كيفهم، وعندنا عقده الاجنبي ديما عندنا الاجنبيين قنبعوا له كي يقول لهم مدرب تونسي جيبوا لي 10 كور يقولوا له 10 كور اش تعمل بيه؟ والاجنبي يجيبوا له 100. هذه هي العقده موجوده على وباش يتواصل راهو مازال الاجنبي باش يتواصل. احنا توا هو هذا اجنبي وخلينا نقولوا ماشي معانا، فما التفكير باش يتغير.